اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة وعودا حميدا ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله الله يعيد علينا الحج اعواما عديدة وازمنة مديدة. اللهم امين. الله بصحبتكم ورفقتكم عن الحج ما حيينا. حدثنا يا مولانا عن روحانيات الحج وعن اسرار الحج. والله يا سيدنا لا يخفى على شريف علمكم انه الحج يعني شيء بينقل الانسان من الارض الى خارج الملكوت، فيختلي بربه سبحانه وتعالى، حيث التخلي ثم التجلي، أو التخلي ثم التحلي ليكون التجلي. نعم. يتخلى الإنسان عن وطنه وعن أهله وعن الناس، ويترك المال والأهل والوطن. نعم. ويتحلى بالأخلاق الحميدة، ويبدأ بالثبات والصبر، ثم ينتهي إلى هنالك فتتجلى عليه التجليات الإلهية في ملكوت الكعبة المشرفة، وفي عرفات، وفي منى، وفي المشاعر المباركة والأماكن. نعم. المقدسة، حيث يختلي الإنسان بربه تبارك وتعالى بثوب أبيض، يترك الدنيا بزينتها بأموالها بكل ما فيها، ويرى نفسه هناك يتخلص من ذنوبه ويعود كيوم ولدته أمه. نعم. ولا يخفى على شريف علم حضرتك أنه ربنا سبحانه وتعالى لما يعني جعل أيام منى جعلها للذكر، قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. في الذكر هناك تجد مذاق أو طعم خاص. نعم. تتجلى أنواع الذكر بعظمها في قلبك، فتطمئن القلوب فعلا كما قال ربنا تبارك وتعالى في الآية الكريمة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح. والحقيقة أنا بقول للسادة المشاهدين إنه من ذاق عرف ومن عرف اغترف. نعم. فساعات ناس كتير قوي بيبقى متوقع إنه لما يروح الحج، وإن شاء الله لما ربنا يكتب له حج بيته الحرام، اللهيب هينطفئ والشوق هينطفئ بعد الزيارة الأولى. بالعكس، يزيد كلما زاد. صحيح. كلما ذهب الإنسان إلى هناك وذاق مرة زاد الشوق مرات ومرات، فتأتي يأتي العام الآخر فتذكر التلبية في إذاعة القرآن أو في الفضائيات، فيجد الإنسان القلب يهفو ويحن إلى هذه الأماكن المباركة والمشاعر المقدسة. لكن خلينا أقول أنه السنة دي بالفعل كان في تنظيم غير عادي في المملكة العربية السعودية، خاصة في الجمرات، وخاصة في الأماكن اللي فيها تدافع وفيها ازدحام. نعم. وفي أماكن المزدلفة، الانتقال من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، كان في تنظيم رائع جدا، والحمد لله رب العالمين لم نرى بأعيننا شيء يحدث من تدافع أو موت أو حالات ماتت زي السنوات الماضية، وكما رأينا في عام 2015. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد الحرمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. الحاجة بس اللي عايز حضرتك تذكر بها السادة المشاهدين. نعم. إنه المشتاقين يكثرون من الدعاء، لأنه في ناس كتير قوي بيقول لك نفسي أروح، تقول له ادعي ربنا فيقول لك يا أخي نفسي بس أنا عارف إنها بعيد عليا. لا، قول لهم أنا السر كيف أتى إلينا وإلى حضرتك. نعم. السر إنك أنت ادعي ربنا سبحانه وتعالى بإخلاص بسجودك. نعم. وسأل الله بيقين أنك ستذهب، وبإذن الله ستذهب. ويعني بذكر حضرتك بما علمتني به كثيرا: كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ أبدا أبدا لا يحرم يا سيدنا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، شرفتنا بهذه المداخلة. البرنامج ربنا يعزك. ربنا تعالى يرزقك الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول والعون والمجد. آمين. اللهم آمين. شكرا جزيلا فضيلة مولانا الشيخ محمود الأبيدي من كبار علماء الأزهر والأوقاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك فتوح العارفين به.